هو يسرع في الزراعة قبل ما ياخد فترة كافية ان هو يخطط كويس جدا جدا جدا، عشان خاطر لما يبدأ يخش في المشروع يبقى بإذن الله يقدر يوصل لنتيجة كويسة، ما يبقاش يعني في خطورة على استثمار. فإحنا بنقول التخطيط الجيد هو بداية طريق النجاح، وبدونه يمكن أن نخسر كل شيء. طيب التخطيط ده بيبقى مع يعني صاحب المزرعة لوحده مع نفسه، ولا المفروض إن في حد بيشاركه في التخطيط؟ إحنا بنقول إن التخطيط يجب أن يكون مشترك بين الإدارة أو صاحب المزرعة وبين إدارة المشتل اللي هيشاركوا الرحلة الطويلة من أول التخطيط لغاية نهاية التنفيذ. وأنا أرجح إن دايما المشتل اللي هو الطرف الآخر هو بيبقى عليه العبء الأكبر والمسؤولية الأكبر في التخطيط، لأن هو المفروض إن هو عنده معلومات أكثر وهو اللي يقدر يدل صاحب المزرعة هيشتغل ازاي. معلش هستأذنكم لو في حد موبايله والجرس بتاعه مفتوح نقفله عشان خاطر نقدر كلنا نركز في الموضوع. طيب أول حاجة هنبدأ نتكلم فيها اللي هو التخطيط الأول، أنا عايز أزرع مانجا. طيب هزرع مانجا ازاي وفين؟ عشان ما يبقاش إن أنا عايز أزرع مانجا في أرض مش بتاعت مانجا، أو في عوائق سواء كانت مية أو سواء كانت ظروف جوية إن المنطقة دي ما تنفعش مانجا. يبقى أول حاجة أنا بختارها، أول حاجة بشوف الأرض اللي أنا هزرع فيها. المانجا تجود في الأراضي الرملية الخفيفة أو أراضي التفلية الخفيفة. مش معنى كده إن ما ينفعش أزرع في الأرض التقيلة، لكن هنقول إنها تجود، يعني أجود أرض للمانجا هي الأرض الرملية الخفيفة. جدا المانجا يحب الأرض اللي يسهل عليه اختراقها. طيب في عندنا حالتين بالنسبه للارض، خلاص اخترنا الارض، في عندنا حاجتين، يا اما الارض دي كانت ما اتزرعتش قبل كده، يا اما الارض دي كانت مزروعه محصول سابق وتم ازالته وهنشتغل مكانه. طيب هنشتغل في الطريقتين زي بعض؟ لا. لو الارض دي ما اتزرعتش قبل كده هيبقى الشغل بالحفار اذا كنت هتجهز ارضك للزراعه هيتم في اتجاه البحر، خطوط فقط مكان الزراعه، بيبقى عرض السلاح بتاع الحفار بيبقى في حدود متر وبنحفر في عمق تقريبا متر. ما بنحطش اي خدمه في التجهيز. انا مجرد بفكك الارض عشان خاطر الجدر يقدر ان هو يخترق الطرق بسهوله. طيب في حاله ان انا الارض دي كانت مزروعه عنب، مزروعه فوق، مزروعه خضار، مزروعه اي حاجه وانا شلته. طيب وارد ان يبقى عندي بقايا جذور، بقايا حشائش، اي حاجه في الارض. في حاله زي ديت انا افضل ان يتم قلب الارض بالكامل بالحفار بعمق في حدود من متر لمتر ونص، بنرجعها بكر تاني زي ما كانت الاول. كل الاول بننظف الارض على قد ما بنقدر من الحاجات اللي موجوده على وش الارض، وبعد كده بنقلب الارض، ما بنقلبهاش بالمخلفات اللي موجوده فيها. دي صوره حفار بيحفر خطوط طوليه. الارض ديت المفروض ان هي زي ما احنا شايفين فيها حشائش وكان فيها بواقي زراعه قبل كده، لكن الارض ديت ليها ظروف خاصه انها كانت مزروعه موز واتزرعت مانجا بعد كده لما الصقيع بوظها فاعيد زراعتها مره اخرى، لكن المفروض ان هي تتقلب زي الارض اللي قدامنا دي. الارض دي مقلوبه تماما بعمق متر ونص، خراطيم الري مفروضة في الاتجاه البحري اللي هو الاتجاه بتاع الزراعه، ده اتجاه اجباري، ما ينفعش حد يزرع مانجا في اتجاه الشرق الغرب، لازم الاتجاه يكون من جنوب الشمال. ودي شدة كيت متوزعة جاهزة للزراعة. اتجاه الزراعة جنوب شمال ده عشان الرياح ولا عشان الاتجاه بتاع الزراعة ده مهم جدا وله تأثير على الإنتاج، على مقاومة الأمراض، على التلوين، والتلوين هو أهم عنصر في التسويق. طيب في بعض يفضل زراعة المانجا في الأرض المستوية. طيب افترض إن أنت عندك حالة معينة تمنعك إن أنت تزرع في أرض مستوية. زي إيه؟ لو حد الماء الجوفي بتاع الأرض عالي، يعني لو عندك مياه جوفية على مسافة متر متر ونص، فيبقى أنا عندي استثناء إن أنا مضطر أزرع على مصطبة. لكن أنا لا أفضل الزراعة على مصطبة. لعدة أسباب هنشرحها ونوضحها دلوقتي. المصاطب لما بتكون عالية أنا بيبقى عندي مشكلة إن هنا الزرع صغير، اقدر ان انا امشي فوق في خرطوم واحد موجود، اقدر ان انا امشي على المصطبه من فوق. طيب لفتره قد ايه؟ لفتره سنه. طب وبعد كده الشجره لما كبر وظهر تقدر تمشي فوق؟ ما
ما تقدرش تمشي فوق. طب انت شايف المسافة الغويطة اللي في الخط من تحت، دي زراعات كيت مزروعة 2 في 3، المسافة اللي انت هتمشي فيها تحت بينها وبين الجزر بتاع المانجا 1.5 متر. حطول ازاي تسلك مقطات، حطول ازاي اطراف الشجر من فوق عشان تشيل تزيين مبكر، حطول ازاي لو انت عامل تكعيبة زي اللي قدامك تربط الخيط في السلك مش هطول. فيفضل الزراعة على الأرض المستوي بالوضع اللي انتوا شايفينه. دي برضو زراعات 2 في 3 زي اللي فاتت، بس انتوا شايفين الفرق بين الطريق هنا فاضي خالص، بقدر ان انا اوصل للنبات بسهولة، اسلك نقطات، اعمل اي مقاومة، اي عمليات زراعية هتبقى سهلة عليا. نقارن كده بين الشكلين، لكن احنا قلنا لو في ظروف استثنائية في عندي مياه جوفية فانا مضطر ان انزل على مصابة، بس يا ريت ما تبقاش بالعلو اللي احنا شايفينه ده. لا، نص متر مش هتعرف تشتغل مع الشجر ده بعد سنتين، ولو عملت تكعيبة مش هتعرف تطول السلك عشان تربط عليه، مش هتعرف توصل لقلب النبات اساسا. حتى لما تيجي تقلم الشجر ده بعد كده بيلحم في بعض، ده الشجر ده لسه صغير، الصورة دي الشجر لسه داخل في السنة الثالثة. بعد كمان سنة أو اتنين أنت مش هتعرف تشوف حد واقف في الخط الناحية التانية، مش هتعرف تطلع فوق ولا تعرف تقلم. طيب النقطة اللي بعد كده، اخترت الأرض واخترت الطريقة اللي هزرع بيها، هبدأ بعد كده أفكر طيب هزرع إيه؟ لما نيجي نفكر في الأصناف اللي موجودة، دي بقى بتبقى مسؤولية المشتل، إن هو بيبقى قاري السوق شوية، إيه الأصناف اللي بدأت تكتر؟ إيه الأصناف اللي مش مرغوبة؟ إيه الأصناف اللي بتحقق أرقام عالية في السوق المحلي؟ هنتكلم بعد كده سواء سوق محلي او تصدير، بس خلينا نتكلم على السوق المحلي الاول، لان هو غالبيه الانتاج بتاعنا بينزل سوق محلي. يعني احنا بننتج في السنه في حدود 600,000 طن، اللي بتصدر منهم 2% فقط، فاحنا دوله مش مصدره للمانجا اساسا. ثاني حاجه، اسعار السوق المحلي عاليه، يعني السنه دي الاسعار كويسه جدا، التصدير صعب لان المصدر هياخد مني ليه بسعر عالي اذا كان عنده دول ثانيه بتديله مانجا ارخص مني 3-4-5 آلاف جنيه في الطن. طيب ايه الاصناف اللي احنا ممكن ان احنا نفكر فيها؟ في عندنا اول صنف هنتكلم عليه، صنف تايلاندي اسمه ناندوك ماي. الصنف دوت نقدر نقول عليه، يعني انا بعتبره الاب بتاع العويس، لان لو احنا بصينا لقينا ان الطعم بتاع الحبايه نفس السكريات نفس الطعم بتاع العويس، لكن يمتاز عن العويس في حاجه، ان وزن الثمره يتراوح من اصغر حبايه تبقى حوالي 350 جرام وبيعدي نص كيلو. الثمره بتطلع في منتصف شهر يوليو، الشجره بتطلع ثمار فص زي العويس بالظبط، الجنين من جوه او البذره بتاعت الصنف الناندوك ماي رقيقه جدا زي العويس زي ما قلنا، وطعم العويس بالظبط، الفرق بس ان هي اكبر حجما من العويس. زي ما شايفين هنا مكتوب ان عدد الثمار ممكن يوصل لاكثر في حدود 6 ثمرات على العدد الواحد، اللون بتاعها اصفر عند النضج. ده فيديو سريع صغير بيوضح الشجرة الناندوك ماي، الشجرة قدامنا ده سن في حدود 7-8 سنين. التصوير ده مصوره في نهاية شهر 6، في شهر أول شهر 7، لسه الثمار ما استوتش، فهنلاحظ إن اللون بتاعها لسه ما خدش اللون الأصفر، هي بتتحول للأصفر عند النضج. زي ما احنا شايفين التصوير ده السنة دي، في السنة اللي المفروض إن فيها المانجا السنة دي قليلة، يعني الشجرة مش منتج قوي. دي الثمرة عند النضج، اتحول اللون للون الاصفر. الصنف اللي بعده صنف الياسمينه روز، ده صنف منتخب من صنف الياسمينه. الفرق بينه وبين الياسمينه ان هو اللون بتاعه الوردي ازيد، يعني يمتاز عنه اللون بتاعه زاهي اكتر. وزن الثمره يتراوح من 450 ل 650 جرام، صنف مبكر برضه بيطلع في منتصف شهر يوليو. الثمره خاليه من الالياف. الشجره دي فيها ميزه ان عند انخفاض درجه الحراره بعد العقد الكثير من الاصناف الاجنه بتاعتها بيحصل لها ضمور وبتموت، الصنف ده بيقدر يحتفظ بالاجنه بتاعته سليمه. الشجره قويه النمو، زيتيه التفريع، زيتيه التفريع يعني ما بتحتاجش ان انا اقلمها كتير، مش زي صنف الكيت فيه سياده قمميه لازم اقص اكثر من 3 مرات او نقول 3 مرات في السنه. مش محتاج تكعيب. اندماج الشجرة وقصر السلميات بيدي حماية لجزء كبير أو عدد كبير من الثمار، فلما باجي أغطي بعض الثمار معرضة للشمس في الجنب الغربي مش محتاج أغطي الشجرة كلها. الصنف ده بيحقق أسعار كويسة جدا في السوق المحلي، ولما بيطلع تصدير برضه نفس الكلام،
سواء تصدير او سوق محلي الصنف بيحقق انتاجيه عاليه جدا واسعار حلوه. دي صوره بتبين العقد بتاع صنف الياسمينه بعد التزيين. هنلاحظ العدد المرتفع للعقد اللي موجود على كل عنقود. نادرا ما تجد عنقود فاضي، يمكن هي بعد كده بيبقى فيه تساقط زياده شويه في شهر 6 تبقى الثمار كبرت، وده يرجع الى ان الاجنه كلها كانت سليمه مش زي الاصناف الثانيه. الحبايه وهي صغيره قد الفوله ممكن الجنين يموت في الحبايه تقعد ما تاخدش بالك، لا دي بتحتفظ بالثمار بتاعتها، الاجنه كلها سليمه لفتره طويله. ونتيجه التزاحم اللي على العنقود الزهري بتبدا تخف بعض الثمار، فناس كتير تفتكر ان هي هتفقد المحصول بتاعها، لكن لا الحقيقه ان هي غزيره الانتاج جدا. دي ثمره الياسمين الروز في كرتونه. ده حجم صغير، الحجم ده كان مطلوب للتصدير. لكن في احجام زي ما قلنا اكبر من كده، ممكن تتعدى الاحجام اللي قدامنا دي باكثر من 150 200 جرام فيها. الصنف الثالث اللي هنتكلم عليه صنف الكنسينجتون برايت، ده صنف استرالي. الثمره لونها اصفر خد برتقاني محمر. الصنف دوت انا اتوقع له نجاح شديد برضه الفتره اللي جايه في مصر، هو موجود بالفعل بس مش منتشر، لان الطعم بتاعه عامل زي طعم الاصناف المصريه بتاعتنا، النكهه بتاعته والطعم زي الاصناف المصريه. وزن الثمره يتراوح من 400 ل 650 جرام، خالي من الالياف. هو صنف بالمناسبه عديد الاجنه، لكن لا يفضل ان احنا نزرعه بذره، يفضل ان هو يتزرع مطعوم. البذره خاليه من الالياف. الثلاث اصناف اللي انا اتكلمت عليهم دول كلهم مش محتاجين تكعيب، الشجره قويه النمو، لكن الصنف ده ما ينفعش يتزرع ضيق، لان الياسمين الروز ممكن يتزرع الفدان 525 700 ممكن يوصل لك 1000 عود في الفدان، مفيش فيه مشكله انه محدود النمو. لكن صنف زي الكنسيتون برايد والنادوك مي بنزرعهم مسافات واسعه، ما ينفعش ازرعهم ضيق، بنزرع الفدان في حدود من 280 ل 350 شتله فقط. دي صوره صنف الكنسيتون برايد، لسه عمر يعني سنتين وشويه، دي السنه الثالثه. نلاحظ الثمار المعرضة للشمس بيبدأ يظهر فيها الخد الوردي زي ما قلت، ودي صورة الثمرتين بعد النضج. النقطة الثانية في التخطيط، المزرعة هتزرع منجل، يبدأ يختار مشتل زي ما قلنا في أول الكلام إن هو يشاركوا التخطيط للمشروع بتاعه. يقدر ان هو يمد معلومات فنيه، معلومات علميه اللي هو عاوزه، يقدر يديله معلومات ما يضللوش او يديله معلومات قاصره او مجرد يبيع مشتل ويسيبه يمشي. طيب ايه شروط المشتل دوت؟ يعني هو يختار ازاي؟ يعرف ازاي المشتل ده كويس ولا مشتل مش كويس؟ اول حاجه طبعا هيزور المشتل، يبص يشوفه بيشتغل ازاي. يعني مش يروح يتفرج على الشتله، يقول له وريني انت بتشتغل ازاي؟ بتطلع الشتله دي من ساعه ما بتبدا تفكر انك تزرعها لغايه ما بتدهن. أكيد طبعا المشهد الكويس المفروض إنه مشهد منتج بيبقى عنده دورات متتالية، في عنده زرع صغير لسه بذرة مزروعة، عنده شجر مجهز للتطعيم، عنده شتلة مطعومة، عنده شتلة جاهزة للبيع وشتلة لسه ما جهزتش للبيع، لكن يبقى المشهد كله شتلاته كلها حجم واحد وعمر واحد، بيتهيألي إن هو مش هيعرف يشوف معاه حاجة ومش هينفع إن هو ياخد من عنده. طيب إيه الشروط اللي هو المفروض يراعيها وهو بيتفرج على المشهد؟ أول حاجة يكون المشهد بيزرع بذور مقشرة، نقصد ايه كلمة مقشرة؟ يعني منزوعة الغلاف. طب وانت تفرق معايا ايه لو هو ما عملش كده؟ لا تفرق، لان دي بيبقى ليها تأثير على شكل الجذر اثناء الانبات. ولو حصل انحناء او حصل تشوه للجذر ده هيفضل في الشتى العمر كله. فيبقى لازم البذور تكون متقشرة مش مخلوطة، ويفضل يكون صنف السكري. في بعض الاصول بعد المشاتل بتشتغل على اصول زبديه، واصل الزبده كويس، لكن انا شخصيا افضل السكري، هما الاثنين كويسين لكن السكري انا افضله اكثر من الزبده. يفضل يكون المرقد مجهز بتربه خفيفه من البيتموس او من شرط الخشب. ما ينفعش ان انا اعمل المرقد بتربه عاديه رمليه او طفليه او كده، لان ده هيبقى صعب على الجذر وهو لسه بينبت في اول اسبوع ان هو ينزل مفرود، فيبقى لازم المرقد يكون خفيف. طيب عملنا المرقد، ايه اللي هيتم بعد كده؟ المفروض ان هو يقوم بفرز المرقد، يعني ما ينفعش ان هو يزرع البذره مباشره في الكيس. زراعه البذره في الكيس هتؤدي ان ممكن يحصل تشوهات لبعض الجذور وهو ما يشوفهاش وانا ما اشوفهاش، لكن انا هشوفها بعد كده لما اقلع الشتله واغيرها
هلاقي ان الجذر كان فيه مشكله وهو صغير، ولما كبر النبات حصل تعقد في هذه المنطقه وحصل خلقه. فيبقى الاسلم ان المشهد يشتغل مرقد، يفرد شتلاته، يفييها كل مقاس، يحط الواحد ما يحطش الخط بشكل كبير مع صغير، يستبعد التلف منها او الجذور اللي هي فيها مشكله. بعد كده يكون بيحط شتلاته في اكياس، ممكن يحط 6 لتر 7 لتر، المهم ان الكيس ما يقلش عن 6 لتر، كل ما زاد مفيش مشكله 6 لتر شغال، لكن اكياس 2 لتر ما تنفعش عشان الجذر يبقى مفرود وسليم. ده فيديو بيصور ازاي احنا بنقشر البذره في المديبة، بذره سكري. دي عمليه تقشير، العمليه دي بتسرع من الانبات، ممكن على اليوم ال 12 او من 10 ل 12 يوم بتبدا البذره تنبت، لكن لو احنا زارعين البذره بالقشره بتاعتها ممكن توصل لشهر. ونسبه الجذور اللي بيبقى فيها انحناءات او تشوهات بتبقى عاليه جدا. طبعا الاخ اللي بيقشر ده اخ مدرب، لو نلاحظ البذره ما بتاخدش معاه ثواني. والتكلفه بتاعتها مش عاليه. لذلك يفضل المشتري يكون بيشتغل بالطريقه دي. النقطة الثانية إن أثناء التقشير لو في أي بذرة لقاها إن هي فيها مشكلة أو شك فيها إن هي مخالفة للصنف بيستبعدها. حتى لو هي سكري بس هو مش متأكد، الحاجات دي المفروض إنها تستبعد في الزرع لوحديها. وينظر في أمرها بعد ذلك، سواء كانت تعدم أو كان ينتخب منها حاجة وتخش تاني مع الزرع. طيب قشرنا البذره زي ما احنا شايفين، مراقد معموله من الطوب ومحطوط دي جواها اشاره. زي ما احنا شايفين في لون بني وفي لون اخضر، الفرق بينهم هو ميعاد زراعه البذره، لان احنا ما بنقدرش نزرع طبعا البذره كلها في يوم واحد. بتيجي على دفعات وبتتقشر وبتزرع، وده برضو يفضل انها تبقى على دفعات عشان خاطر لما اجي ادور الشتله ما يبقاش كميه الشتله كلها عندي 100,000 او 150,000 او اي رقم محتاج يدور كله في وقت واحد. يبقى ببدا بالكبير الاول اللي هو لونه اخضر، مجرد تحول اللون من اللون البني للاخضر ببدا ادور الشتله، زي ما قلنا بستبعد التلف منها او اللي فيه اي تشوهات في الجذور. ده جذر مشوه، شايفين المنظر بتاعه عامل ازاي؟ طب تخيل ده لو مزروع بذره في الكيس وفضل جوه الكيس بالمنظر ده وانت زرعت الشتله، صاحب المشتل ما شافهاش وانت كمان مش هتشوفها. العود اللي قدامكم دوت هيشتغل كويس اول سنه. عند كبر السن شويه الانحناءات اللي قدامنا ديت هنلاقي ان هي بدات تتخن، هتلاقي الحته دي بعد 3 4 سنين اتعجنت في بعضيها. هتلاقي النبات بدا يشل معاك، يعني ايه يشل؟ يعني النبات هينتج وهيطلع مانجا، هتيجي تبص في عز الصيف هتلاقي النبات قدامك زي ما يكون عطشان بس تحت منه ميه. نمو بطيء. لذلك انا بنصح اي حد بيشتري شتله ان هو يشتري شتله من المشتل بتزرع في مرقد زي ما قلنا وبعد كده يحط في الكيس. طيب دي صوره بتبين الكيس بتترص ازاي. زي ما قلنا الكيس ده اللي قدامنا ده ارتفاعه حوالي 33 سم والوسع بتاعه حوالي 16. بتركب عليه خراطيم جي ار نقاط لكل كيس. الشتلات المزروعه قدامنا دي اللي منقوله من المرقد اللي احنا شفناه من شويه. زي ما قلنا ان هو بيفرز الكبير لوحده والوسط لوحده، الصغير او التالف او كده ده بيستبعد بيعدم. طيب نرجع تاني هنا، طيب بعد كده المفروض بيتم ايه؟ الشتله دي المفروض ان هي بتتغذى وبتتألم. حد يسالني طب وهي بتتألم في المشتل؟ في شتله بتتألم في المشتل طبعا، لازم يحصل لها عمليه تأليم، بنعمل لها عمليه تطويش عشان خاطر يزداد المكان اللي هتطعم فيه يزداد سمكا. فأسرع بفترة التطعيم، يعني ممكن من زراعة البذرة للحصول على شتلة في حدود 3 أدوار أو 4 أدوار ممكن يبقى 12 شهر. لكن ما أسيبش الشتلة تطلع في المشتل عشوائي وبعد كده أقصها وأنزل بالتطعيم على 30 سم. بعد كده الشتلة بتطعم وبتبقى جاهزة للتسويق. يعني الشتلة اللي قدامها دي قدامها مثلا حوالي شهر ونص أو حاجة زي كده تبقى جاهزة للتسويق، لأن فيها دورتين نمو. طيب احنا قلنا من شويه ان احنا اتكلمنا على ثلاث اصناف، الثلاث اصناف اللي اتكلمت عليهم دولت مش هم دول ثلاث اصناف بس اللي انا برشحهم للزراعه.
هو عشان ضيق الوقت النهارده انا الندوه دي مختصر كتير في المعلومات فيها، نقصنا منها كتير عشان خاطر نقدر ان احنا نسردها بسرعه في الوقت، لان الموضوع ده بياخد ممكن ياخد اكتر من ساعتين لوحده. فالثلاث اصناف دول اصناف جديده، لكن مش معنى كده ان مفيش حاجه ثانيه كويسه. في عندنا اصناف زي النعومي زي السنسيشن، دي اصناف الاوستن، الاصناف دي كلها اصناف جيده جدا. ممكن حد يسالني يقول لي طب اشمعنى انت ما اتكلمتش على الكيت؟ الكيت صنف جيد جدا وغزير الانتاج، لكن السوق تشبع بيه، كتر قوي، مساحات كتير جدا اتزرعت، سعره انخفض السنتين اللي فاتوا، السنه دي مرتفع شويه لان المانجا قليله، لكن لو المانجا كتير كان هيبقى زي السنه اللي فاتت اليومين دول كان في 4.5 اللي هو دلوقتي بيتهيألي وصل 10 يمكن عادي. لكن مش معنى كده ان هو هيرتفع العمر كله، لا، الكيت مزروع بكميات كبيره جدا، فاللي عنده مساحه كبيره ممكن يزرع جزء منها كيت ويغير يحط اصناف ثانيه. اللي عنده مساحه صغيره ممكن يشتغل في اصناف ثانيه زي النعومي او الياسمين روز او الهايدي او الاوستن. المفروض الاداره بتاعت المشهد بيبقى عنده رؤيه للسوق، شايف السوق رايح فين، شايف بيتابع، مش بيتابع الشتله بس، بيتابع الشتله وبيتابع السوق ويشوف رد الفعل في السوق بالنسبه للصنف ده، مرغوب مش مرغوب، بيجيب سعر ما بيجيبش سعر، ايه الانتقادات اللي موجوده فيه، ايه الايجابيات اللي فيه، ويبدا يرشد صاحب المزرعه اللي هيزرع عن الاصناف. في بعض الاصناف ممكن تبقى كويسه قوي وبتنتج كويس قوي لكن سعرها في السوق منخفض، الحاجه زي كده ممكن ابعد عنها. دي صوره بتبين بعض شجر الامهات، لان احنا بنقول ان المشتل المفروض ان هو حلقه متكامله، زي ما قلنا من ساعه ما بيزرع البذره لغايه ما يسلم الشتل للعميل ما ينفعش ان هو يجيب حاجه من بره، يعني الاقلام بتاعته يفضل انها تبقى من المشتل. الصوره اللي قدامنا دي مزارع امهات، المفروض ان هي بيبقى فيها شجر نظيف خالي من الامراض، بتغذي كويس، بناخد منه الاقلام اللي بنطعم بيها الشتل. النقطه الثالثه التخطيط للزراعه، التخطيط ده يبدا امتى؟ التخطيط ما ينفعش ان انا ابدا فيه وانا زرعت او وضبت الارض وجبت شتله. التخطيط ده المفروض يكون في وقت مبكر قبل ما يعني قبل ما اعمل اي خطوه. اول حاجه في زراعه المانجا ان انا اقعد مكاني كده وافكر واخطط الاول، حتى لو اتاخرت شويه، اجلت الزراعه شهر 2 5 6 سنه ما عنديش مشكله، بس لازم تبتدي صح. يعني لو بدات غلط وحبيت تصلح بعد كده مش هينفع تصليح. في اخطاء كثيره لو وقعنا فيها واحنا بنجهز الارض او على الاقل في اول كام شهر، في اخطاء قاتله، الحل ان انت لازم تزيد وتفيد من قبل بيه. فعشان ما نوصلش لمرحله صعبه زي دي، يعني اي حد هيفكر وهيخطط ياخد راحته خالص واحده واحده. يعني مثلا ما ينفعش انه يزرع على مسافات معينه وبعد شويه يقابل حد فيقول انت زرعت واسع حط رود في النص او حط صف في النص، لا، هو من الاول يفكر او يسال، هيسال مثلا اذا كان هيستشير المشتل اللي هيتعامل معاه، المشتل المفروض يقول له حاجتين، هتزرع كام فدان؟ مش بغرض ان هو يبيع له شتله، بغرض ان هو يحدد له هيزرع ازاي، بمعنى ايه؟ يعني لو انا هزرع مثلا مساحه صغيره 3 فدان 7 فدان لغايه 10 فدان، ما ينفعش ان انا ازرع مسافات واسعه جدا، التكلفه بتاعتها هتبقى عاليه قوي. المساحات الصغيره احنا بننصح المسافات الصغيره، المساحات الصغيره اللي اصغر من 10 فدان يفضل ان هو يزرع زراعات مكثفه عشان يبقى عنده محصول اقتصادي، يقدر ان هو يسوقه، يقدر ان هو يعني يقدر يعمل له كل العمليات الفنيه بتاعته ويجيب معدات ويجيب شغل في المزرعه يوزعه على عدد كبير من الشجر. تكلفته هتقل، لكن هيزرع كام شتله في الفدان كده ويبقى عنده شويه مانجا ممكن يلمهم في عربيه وهو مروح البيت، ما ينفعش. يبقى لو هنزرع مساحات صغيره بنتكلم على كثافه تتراوح من 700 ل 1000، لكني لا ارشح ال 1000. ال 1000 عايز حد يبقى في المكان فاهم كويس قوي مانجا، فاهم كويس جدا هيقلم ازاي. لو بيفهم كويس قوي في التقليم ما عنديش مانع يزرع 1000، لكن يفضل ان انت تزرع 700. ونقطه سريعه برضه في موضوع ال 700، كتير بيزرع 2 في 3. هو مقاس فعلا كان موجود الفتره اللي فاتت والناس بتزرعه لغايه دلوقتي بتزرع بيه، لكن انا لا انصح باثنين في ثلاثه. لو انت عايز تزرع 700 في الفدان، انا عندي تزرع 1.5 في 4 احسن 2 في 3. الاثنين 700 شجره، لكن كميه الاضاءه اللي هتبقى نازله بين الخط والثاني هتديني تلوين احسن، هتديني حركه للهواء بين الصفوف احسن. دي لها تاثير على الامراض اللي ممكن تبقى موجوده في المزرعه ولها تاثير على التلوين. ده لو انت عايز تزرع 700، يبقى 1.5 في 4 بدلا من 2 في 3.
طيب ما ينفعش ان انا ازرع واسع اكتر من كده؟ ممكن ماشي، ازرع 2 ازرع 2 ونص في 4، ازرع 2 في 4 مفيش مشكله. لكن 3 لو هتزرع 3 يبقى هنخش في الشريحه الاكبر اللي هي 933 لو 1.5 في 3، او 1000 شتله في الفدان لو 140 في 3. دي الناس اللي هتزرع، يعني واحد عنده 3 فدان بس، لا لازم يزرع 1000. 5 فدان هيزرع 1000، اكتر من كده لا. طيب هتقدر تاخد مانجا تقريبا قد ايه؟ اذا باذن الله الامور كانت كويسه، الشغل كويس، فاحنا ممكن نحصل على انتاجيه في حدود بشايه، في حدود من 5 ل 6 طن الفدان، بمعنى متوسط 5 6 كيلو للشتله الواحده، الشجره الواحده، بعد ما يعدي عليها سنتين او صيفين كاملين. هتقولي طب هي ممكن تجيب اكتر من كده او ممكن يجيب اكتر من كده، بس انت لازم تخف، ما ينفعش تحمل على شجره اكتر من هذه القيمه من 5 ل 6 كيلو، عشان النبات يقدر يبني نفسه خضريا مع الثمار اللي موجوده. تمام؟ طيب الخمس طن دول ممكن نحصل عليهم باذن الله في السنه الثالثه زي ما قلنا، بشرط ان انت تلتزم. المفروض البرنامج المشهد بيديك برنامج للتسميد، برنامج للمكافحه، بيديك خطوط عليها تمشي عليها، والتفاصيل دي بيكملها لك لما بيكون عندك اي استفسار او اي ظرف طارئ او اي حاجه. المفروض ان هو يعني بيديك بما يتناسب مع الظرف اللي انت فيه، لكن في خطوط عريضه وفي برامج عريضه المفروض ان انت وانا هو بيديها لك تشتغل عليها. ده صنف نعومي مزروع 140 في 3، ده كان متوسط الفدان فيه في السنه الثالثه من الزراعه في حدود 5 طن. هنلاحظ ان الثمار موجوده تحت وفوق نمو خضري. بيتم ازاله الثمار بعد العقد اللي موجوده في النصف العلوي من الشجر، ما ينفعش اسيب النبات بكل اللي فيه لان السنه اللي بعديها هينهار. الكام طن اللي هاخدهم دول مش هشوفهم بعد كده. دي صورة بكيت برضه ثالث سنة من الزراعة، شايفين الترنكات تحت بتاعت المزروع كلها يمكن ما جابتش 2 بوصة أو في حدود بالعافية 2 بوصة. طيب افترض إن أنا هزرع مساحات كبيرة. يعني إيه مساحة كبيرة؟ يعني افترض إن هي فوق الـ 10 فدان فيما فوق. لا مش هنزرع بقى ضيق، هنبدأ نزرع مسافات أكبر. ليه؟ لان هضطر ان انا ادخل معدات رش، التكلفه عندي هتبقى عاليه جدا، هيبقى مطلوب مني عمليات زراعيه سريعه في وقت ضيق، فانا مش عايز ازنق نفسي في المساحات الكبيره. ممكن ان انا ازرع جزء صغير، ممكن ازرع 10 فدان مكثف، واذا كان عندي 40 او 50 او فيما فوق مساحات اخرى ممكن ان انا اخليهم مسافات واسعه. المسافات اللي هي 2 في 5 تديني 420 عود في الفدان، او 1.5 في 5 تديني 525 عود في الفدان. طيب ده بالنسبه لكل الاصناف؟ لا مش لكل الاصناف. ده بالنسبه لصنف اصناف محدوده النمو شويه، حاجه زي السنسيشن، الياسمين الروز، البرنس يوسف، النعومي، الهايلي. دول انا ممكن ازرعهم 400 يعني 420 ل 525 عود في الفدان. طب لو انا فكرت باصناف ثانيه زي الانسكتوم برايد او الار 2 اي 2 او النابدوك ماي، لا دول ما ينفعوش يتزرعوا في المسافات دي، لازم ازرع اوسع. يعني ممكن ازرع 3 في 5 4 في 5 4 في 6. هزرع مسافات اوسع لان الشجر ده هيديني حجم شاسيه كبير وهيديني انتاجيه عاليه، لكن محتاج فراغ ليه المفيد، ما ينفعش يتزرع في المسافات الضيقه. في بعض المزارع زرعها ضيق بس بتقوم بتقليم جاي. برضه هنا التكه في الموضوع، انت ممكن تزرع اي مقاس انت عاوزه في اي صنف انت عاوزه، بس المهم تبقى عارف هتستخدم المقص بتاعك ازاي. فنظرا ان النقطه دي مش متوفره عند كل المزارع، فاحنا بننصح ان انت تخليك في الامان وخليك في مسافات اوسع. وصلت من الكفاءه او الناس اللي عندك في المزرعه ان هم بيقدروا يقلموا بكفاءه عاليه، تقدر تزرع مسافات مكثفه وانت مطمن. النقطه الرابعه في التخطيط زي ما قلنا المسؤوليه بتقع على المشتل اكتر من صاحب المزرعه في التخطيط. يعني ما يبقاش دور المشتل ان هو يديك شتله وبعد كده ما يعرفش عنك حاجه، لا ده بيعتبر شريكك الى الابد. يعني ايه شريكك الى الابد؟ او لغايه ما تقول له شكرا انا عرفت كل حاجه وما عدتش محتاج اي معلومه، بس على فكره المعلومات ما بتخلصش. دايما كل يوم في جديد. يعني هو المفروض بيبدا معاك لغايه ما بتزرع ويتابعك بعد ما بتزرع ولغايه ما تنتج، وبعد ما بتنتج حتى لو في مشكله او في اي حاجه المفروض ان انت برضه ترجع له. مش العلاقة بتنتهي بمجرد بتاخد الشتلة وبتمشي من المشتل ما يتشوفوش تاني.